جامعة العلوم التطبيقية على المركز 45 على مستوى الجامعات العربية بالتغيير الذي أجري على أكثر من 1000 جامعة عربية خضعت جميعها لمعايير فحص موحد لهذا العام، والذي جعلها تتصدر القائمة كأفضل جامعة خاصة في مملكة البحرين. أظهر التقرير السنوي الذي أصدره مركز تصنيف الجامعات العالمي QS تقدم جامعة العلوم التطبيقية بحصولها على المركز الأول كأفضل جامعة خاصة في البحرين. جامعة العلوم التطبيقية عند التخصصات. أخيرا وصلت. دقيقة بو شكل جديد ذي خلقهم وشو سالفته. السلام عليكم. السلام. طيب شكل جديد شباب بدوش تخصص يعني انت في بورد؟ قريت انا على الحقوق حابب اني ادخل حقوق صراحة، حاس انه يعني تخصص حلو وانا حابه فراح ابدا فيه ان شاء الله. لا لا ان شاء الله الامور طيبه والله يوفقك ان شاء الله. والحين بس بندش نسجلك نشوف شلون. هيا تفضل تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. حابب اسجل عندكم بالجامعه. اهلا وسهلا. على اي تخصص حابب تسجل؟ حابب اسجل حقوق. جميل. اهلا وسهلا بك في العلوم التطبيقيه. طيب خليني ادي لك فكره بشكل عام عن بقيه التخصصات اللي موجوده عندنا بالجامعه بالاضافه الى تخصص الحقوق. والله احنا بنطلب منك اول حاجه شهاده الثانويه العامه كامله اللي فات الدرجه اللي فات تخرج وكشف الدرجات، نسخه من جواز السفر ساري المفعول، نسخه من البطاقه السكانيه ساريه المفعول، الفحص الطبي من مركز معتمد زائد 3 صور شخصيه. بندي لك طلب الالتحاق بتكمله، تملي بياناتك وبترفق معاه الاوراق المطلوبه، بنكمل لك الاجراءات وبتروح للماليه عشان تسدد الرسوم. تمام ان شاء الله. هاي الأوراق اللي طلبتني. تفضل. مظبوط. تمام. أوكي. بس بدخل بياناتك، بدي لك رقم الطلب، على أساس بتروح بيه بالمالية للمالية تكمل إجراءاتك. هيا. تفضل رقم الطلب، هتروح المالية تدفع الرسوم، هيدوا لك الإيصالات وهترد المتجر. يعطيك العافية. ويعافيك. زين محمود، الحين احنا ابنك حق رئيس الشؤون الماليه استاذ عرفات، ان شاء الله بيكمل اجراءات تسجيلك في الجامعه، بس تعطي رقم الطلب وهو بيكمل الاجراءات. حاب ادفع الرسوم الاوليه اللي علي. طبعا انا سجلت حقوق. تفضل. اهلا وسهلا اخ محمود. طبعا انت طالب جديد عندنا، رقم الطلب. يا أخ محمود تخصصك قانون، رقمك الجامعي 2018-621-046، الأقساط رايح تكون 650 دينار، هذا القسط الأول لما تدش الجامعة، رايح يكون 110 دنانير رسوم قبول، وال 540 دينار جزء من القسط الأول. طبعا الأقساط راح يتقسط على 3 أقساط، القسط الأول عند تسجيل المواد، والقسط الثاني راح يكون عند امتحانات المنتصف، والقسط الثالث راح يكون امتحانات النهائية.
طبعا الانسحاب والتأجيل في أول فصل للطالب في الجامعة ممنوع، فلذلك بعد الفصل الأول تقدر تسحب وتضيف زي ما بدك. السحب خلال 4 أسابيع، خلال الأسبوع الأول ما بنحاسبك عليه، بعد الأسبوع الأول تدفع 25%، في الأسبوع اللي يليه 50%، والأسبوع الثالث 75%، في الأسبوع الرابع تدفع 100% من قيمة المواد. رقمك الجامعي وجدولك تفضل، لازم تاخذه على القبول والتسجيل عشان تكمل إجراءات تسجيل المواد، وبعدين ترجع عندنا هان على البوكشوب عشان تستلم الكتب الموجودة عندك. وإحنا هون في المالية طبعا لمساعدتك، وأي ظرف مالي بيصير معك لازم تخبرنا قبل وقت تسديد الأقساط عشان نقدر إحنا نسوي لك جدولة أو إعادة جدولة للأقساط. وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية. الله يعافيك، يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. توني دفعت الرسوم في المالية، أنا طالب جديد حاب إني أنزل مواد بتخصص الحقوق إن شاء الله. حياك الله أخوي بجامعتك، جامعة العلوم التطبيقية. الحين إن شاء الله بسجل لك المواد وبشرح لك على الجدول الدراسي كامل. تفضل أخوي، هاي جدولك للفصل الحالي. سجلت لك الحين أنا 5 مواد. المواد هاي طبعا تم تحديدها من قبل القسم الأكاديمي. في الأوقات ترى تشوف في عندك أوقات برموز مختصرة مثل اليو تي، الام دبليو، والاتش اس. طبعا اليو تي اللي هو الأحد والثلاثاء، الام دبليو هو الاثنين والأربعاء، الاتش اس اللي هو الخميس والسبت. في أوقات تبتدي المحاضرات عندنا طبعا بالجامعة من الساعة 9 الصبح إلى الساعة 9 ليلا، على حسب الأوقات. أنا ضبطت لك الجدول بحيث يناسبك، أوكي، تكون الأوقات قريبة على بعض، ما يكون عندك بريك وايد بالمحاضرات. مدة المحاضرة عندنا 1.5 ساعة، إذا ابتدت محاضراتك من 9 فتنتهي مثلا 10:30 وهكذا. بما يخص القاعات الدراسية، طبعا شلون راح تعرف القاعات إنه محاضرتك وين بأي قاعة؟ راح تلاقي قدام كل مادة القاعة اللي تدرس فيها هاي المادة، راح تلقى مثلا رقم 202 على سبيل المثال، يعني معناها إنه المحاضرة هاي في الطابق الثاني تأخذ رقم 2 من أول، يعني 202 أول رقم اللي هو هذا يعني يدل على رقم الطابق، أوكي. تطلع للطابق الثاني راح تلقى الرقم 202 موجود فوق الباب القاعة اللي تدرس فيها هاي المادة. مقابل كل مادة أيضا راح تلقى المدرس عضو هيئة التدريس اللي راح يكون بتدريس هاي المادة. تحت راح تلقى أيضا هني الجدول الامتحانات، جدول امتحان المنتصف وجدول امتحان النهائي، بالإضافة لهني الكتب كل مادة وشنو الكتاب الخاص فيها. لغاية الآن يعني لحد الآن واضح الموضوع بالنسبة لك؟ وأخوي بما يخص الخطة الدراسية مالتك، طبعاً إحنا الخطة الدراسية تتكون من 135 ساعة، أوكي، ما عدا طبعاً تخصصات التصميم في عدد الساعات شوي مختلف فيها، بس بما يخص خطتك هي 135 ساعة بواقع 45 مادة. مثل ما خبرتك احنا سجلناك الحين 5 مواد، هاي المواد تم تحديدها من قبل القسم الاكاديمي. طبعا راح تسألني الفصل الجاي انا شلون بسجل، شلون اختار المواد، هاي الامور كلها طبعا راح يتم تحديد مرشد اكاديمي من قبل الكلية ومن قبل القسم المختص. المرشد الاكاديمي راح يطلع عندك في الخطة مالتك في السجل الارشادي. طبعا السجل الارشادي تقدر تطبع من قبل ادارة القبول والتسجيل، راح يكون فيه فوق معلوماتك كاملة، بيكون في اسم المرشد بعد مكتوب فيه. المرشد هذا طبعا كل فصل انت لازم تراجعه، تقعد معه يشرح لك اكثر على الخطة، يعني يقول لك شنو المواد اللي المفروض انت تسجلها، تفتح لك مواد اكثر وهكذا. يفضل طبعا انت كل فصل دراسي تسجل ما لا يقل عن 5 مواد، افضل لك يعني عشان تمشي انت بالخطة بصورة صحيحة بصورة سليمة حسب ما محدد يعني تم تحديده من قبل القسم المختص. بالنسبة للتسجيل حق الفصل الثاني أو الفصل الذي يليه، يعني مو أول، كونك أنت سب الأول بالفصل الحالي، الفصل اللي عقبه، الفصل دي إحنا سجلناكم. الفصل الجاي إن شاء الله في موقع إلكتروني يسجل عن طريق كل الطلاب،
هذا الموقع في له يوزر نيم وباسورد راح يتم طبعا شرحه لكم من قبل قسم الاي تي. اليوزر نيم والباسورد تاخذه من قبل اداره القبول والتسجيل ان شاء الله، يعني بس تبتدون بالمحاضرات راح نزودكم باليوزر نيم والباسورد، واعتبارا من الفصل القادم راح يكون تسجيل مقررات لكم عن طريق هذا. تمام. بقدر اسالك عن اللوائح والقوانين تبع الجامعه؟ اكيد طبعا. بالنسبه للوائح وانظمه الجامعه في شغل، يعني في اكثر من نقطه اتمنى انك تنتبه عليها. هاي النقاط اللي راح اشرح لك اياها الحين وايد مهمه حتى ما تواجهك لا سمح الله اي مشكله خلال مسيرتك الجامعيه كامله. طبعا بدايه عندك العام الدراسي يتكون من 3 فصول، فصلين اجباريه وفصلين او فصل واحد اختياري. الفصل الاول والثاني اللي هو الفصول الاجباريه، والفصل الصيفي فصل اختياري، يعني بامكانك تسجل فيه بامكانك لا. الفصول الاجباريه فرضا انت سجلت اول فصل لك، سجلت خلص الفصل، الفصل الجاي جيتني قلت لي مثلا ما اقدر اسجل هالفصل لاي سبب كان، هني لازم تسوي تاجيل رسمي للدراسه، ما يصير بس تنقطع وخلاص تروح، لا في تاجيل رسمي للدراسه كل فصل بتسوي هذا التاجيل، معاك لغايه 4 فصول دراسيه تسوي تاجيل دراسه، وماكسيموم 6 فصول دراسيه بموافقه مجلس الكليه. المهم انك تسوي تاجيل دراسه ما تنقطع، تسوي في الاستماره تاخذها من اداره القبول والتسجيل، في موافقات تستحصل عليها، بعدين احنا بنسوي يكون حالتك على السيستم مؤجل للفصل اللي انت ما راح تسجل فيه. هاي بما يخص العام الاكاديمي والتاجيل. عدد المواد حسب انظمه ولوائح التعليم العالي بالفصل الواحد لازم ما يقل تسجيلك عن 12 ساعه اي بواقع 4 مواد، ولغايه 18 ساعه اي بواقع 6 مواد. في حال مثلا بامكانك انت تقدر تسجل مرتين 21 ساعة، المرة الاولى اذا كان معدلك 84 امتياز اي تقديرك امتياز، والمرة الثانية في فصل تخريجك، في فصل تخرجك اذا كان باقي لك فقط 21 ساعة اي 7 مواد بامكانك تاخذهم كلهم مع بعض. مسموح لك مرة واحدة فقط خلال مدة دراستك كاملة من اول ما تدش الجامعة الى ان تتخرج تدرس اقل من 12 ساعة لمرة واحدة فقط، يعني فصل من فصول مثلا صادتك ظروف لاي سبب كان وحبيت تسجل فقط 3 مقررات بامكانك ولكن لمره واحده فقط. هذا ما يخص عدد المواد في كل فصل دراسي، وضروري تنتبه لنقطه انه ما يصير تسجل اقل من العبء فقط مره واحده خلال مده دراستك كامله. طبعا في يعني بهذا الموضوع احنا يعني مرات خلال عمليات التدقيق باداره القبول والتسجيل نكتشف انه في طلاب مسجلين اقل من العبء. اكلم الطالب يجيني يقول لا انا مسجل 4 مواد، اكتشف انه واحدة من المواد هي مواد استدراكيه. المواد الاستدراكيه هي 0 ساعه، ما تحسب من ضمن عدد الساعات المسموح فيها. هو صح مسجل 4 ولكن عدد الساعات 9، فبهاي النقطه وايد مهمه لان وايد طلاب يعني اكتشف خلال التدقيق انه مسجلين 9 ساعات ولكن فعليا هن 4 مواد. فبهاي الحاله لازم تضيف ماده 5 حتى توصل ل 12 ساعة دراسية، فهاي النقطة وايد مهمة أتمنى منك إنك تنتبه عليها، وهذا لا يمنع إنك كل فصل لما تسجل المواد تتابع مع المرشد الأكاديمي تتأكد من إن كان تسجيلك صحيح وأمورك تمام، وحتى ما تواجهك مشكلة إن شاء الله لا سمح الله يعني في المستقبل. طبعًا درجة النجاح عندك في المواد هي 50، فرضًا أنت نجحت بمادة وجبت فيها 50 أو 55 على سبيل المثال وحبيت مثلا مستقبلا تعيدها، نظام الإعادة نظام إعادة المواد تعيدها عشان ترفع معدل التراكمي. نظام الإعادة لازم يكون المادة اللي انت راح تعيدها درجتك فيها ما تزيد عن 65، يعني اقل من 65 64 ونزولا. اوكي هني تقدر تعيد المواد وما في عدد محدد، عادي يعني تقدر تعيد ماده مادتين 3 في حال اذا انت حبيت ترفع المعدل التراكمي يعني فصل من الفصول. وطالما فتحنا موضوع المعدل التراكمي بس وحبيت اخبرك المعدل المسموح فيه 60 في كل فصل دراسي. انت الحين سجلت اول فصل، الاول فصل انا ما بحاسبك على المعدل التراكمي،
اول فصل ما بحاسبك عليه، لان طالب توك داش الجامعه يعني الى ان تاخذ على وضع الجامعه، وهاي انظمه لوائح الجامعه ايضا، يعني انا اول فصل طالب ما بحاسبه عليه. اعتبارا من الفصل التالي اوكي، اذا نزل معدلك عن 60 هني شنو بصير؟ تاخذ تكون انت تحت الانذار الاكاديمي، معاك 3 فصول دراسيه انك ترفع المعدل التراكمي، فصل اول وثاني واول. الصيفي ما بحاسبك عليه بكل الحالات، اذا ظل معدلك نازل في الفصل الصيفي ما بحاسبك عليه، لكن اذا ارتفع معدلك في الفصل الصيفي ووصل 60 جميع الانذارات اللي عليك تلغى، وابتدي معك من البدايه في حال اذا نزل معدلك عن 60 مره اخرى. متى انا ما بحاسبك نهائيا على المعدل التراكمي اذا نزل اقل من 60؟ لما تجتاز 75% من ساعات الخطه الدراسية، هني أنا ما بحاسبك على المعدل التراكمي، ولكن ما راح تتخرج إلا إذا كان معدلك التراكمي 60. فهاي لازم تخليها في بالك إنه معدلك التراكمي ما ينزل، حاول على قد ما تقدر مثلاً فصل من الفصول رسبت بمادة على سبيل المثال، لا تأجل هاي المادة اللي تقول أنا بعدين بدرسها، لا، أي مادة ترسب فيها لا سمح الله لازم تعيدها دايركت الفصل الذي يلي حتى ما تظل تأثر في معدلك التراكمي. هاي النقطة وايد مهمة، ووايد طلاب أنا يجوني للمكتب أكتشف إن هم في عندهم مواد رسوب وما يسجلوها، طبعا نتيجة إن هم مثلا ما يراجع المرشد الأكاديمي، ما يراجع التسجيل، ما يأخذ رأي التسجيل أو رأي رئيس القسم أو رأي المرشد الأكاديمي في هذا الموضوع، ويوصل مرحلة يعني لا سمح الله يوصل في مرحلة الإنذار النهائي يمكن يفصل من التخصص. فالأفضل المادة الرسوب تعيدها دايركت، ما تأخرها، تراجع المرشد الأكاديمي في كل فصل دراسي ينصحك شنو المواد اللي تسجلها، لأن تعرف الخطة هي لها مواد تفتح مادة وهكذا، متطلبات سابقة، المادة تفتح هاي المادة، المادة تفتح المادة اللي عقبها وهكذا، تمشي بالخطة الدراسية لأن تكملها. لكن أهم ما بالموضوع أنه ما يكون تسجيلك مثل ما قلنا عن 5 مواد في كل فصل دراسي، بالإضافة إلى إذا أنت كنت تحت الإنذار الأكاديمي هني ما راح تقدر تسجل أكثر من 5 مواد، تقدر تسجل فقط 4 مواد. إذا حبيت تسجل مادة 5 فلازم تأخذ موافقة المرشد الأكاديمي ورئيس القسم. ما يخص مدة الدراسة أخوي، معك تقدر أنت طبعا تخلص الخطة مالتك كاملة في حال أنت سجلت الحد الأقصى للساعات في كل فصل، يعني الفصل الأول يعني أول فصل لك سجلت 6 مواد 18 ساعة، الفصل الثاني 18 ساعة، والفصل الصيفي 9 ساعات. طبعا الفصل الصيفي ماكسيمم 9 ساعات، ما تقدر تسجل أكثر، إلا إذا كان فصل تخرج طبعا تقدر تسجل فيه 12 ساعة. ففي حال سجلت الماكسيمم في كل فصل دراسي هني تقدر تكمل الخطة الدراسية مالتك خلال مدة 3 سنوات. في حال مثلا أنت ما حبيت تضغط على روحك أكثر أوكي، معك من 3 سنوات لغاية 8 سنوات، المهم ما تتجاوز مدة دراستك كامل في الجامعة 8 سنوات. طبعا هاي أنظمة ولوائح التعليم العالي، هاي النقطة مهمة انتبه لها، أتمنى منك تنتبه لها، لأن في طلاب مثلا يأجلون دراسة، ينقطعون عن الدراسة مرات، فممكن توصل مرحلة الدراسة عندهم 8 سنوات وهني بيكون الموضوع شوي حرج بالنسبة لهم. مثلا النقطة الأخيرة أخوي بس اللي حابة أوضح لك إياها اللي هو نظام الامتحانات. فرضا أنت امتحان نهائي مثلا ما قدرت تقدم لظرف صحي، هني لازم أنت تجيب عذر صحي تسلمه للكلية، معك لغاية 5 أيام تسلم العذر للقسم المختص، بعدين بيسووا لك امتحانات إعادة في الفصل الذي يلي الأسبوعين الأولين من الفصل الذي يلي. طبعا هاي يا أخوي النقاط اللي شرحت لك إياها أتمنى أنك تحفظها. طبعا في بعد ايضا عندنا الستودنت هاند بوك، تقدر تفوت على موقع الجامعه في الستودنت هاند بوك تقدر تطلع عليه، في كل الانظمه اللي انا قلتها لك وبشكل مفصل اكثر. تاكد تماما احنا هنا في اداره القبول والتسجيل كلهم اخوانك، باي وقت حبيت تحتاج يعني احتجت اي مساعده لا تتردد انك تراجعنا، وان شاء الله راح يعني ما نقصر وياك لان احنا هني اصلا موجودين لخدمتكم. يعطيك العافية واشكرك على المعلومات الكافية صراحة. حياك الله حبيبي، حاضرين. يعطيك السلام عليكم.
عمارة الشؤون الطلبة فيه ثلاث مكاتب، وكل مكتب فيه له ميزة معينة أو خدمة معينة. أول مكتب عندنا مكتب الخدمة الطلابية. مكتب الخدمة الطلابية يشرف على مجلس الطلبة اللي في جامعة العلوم التطبيقية، هذه أول شغلة. الشغلة الثانية ينظم كل الفعاليات اللي تصير في الجامعة. ثلاثة يشرف على الأندية الطلابية، وغير ذي كله إذا واجهت لا سمح الله مشكلة معينة تقدر تراجعهم في أي وقت. والمكتب الثاني عندنا اللي هو مكتب الإرشاد، أنت كطالب ساعات بتواجهك مصاعب ومشاكل في تنظيم وقتك، كيفية الدراسة حق الامتحانات، صعوبة الامتحانات، ما تفهم الأسئلة إلى آخره. هالمشاكل لا سمح الله تقدر تراجع مكتب الإرشاد، هم بيوعونك بيوجهونك بيرشدونك في الطريق الصحيح. غير ذي عندنا المكتب الثالث اللي هو مكتب التطوير المهني وشؤون الخريجين. مكتب التطوير المهني وشؤون الخريجين فيه شغلتين. الشغلة الأولى حلقة وصل بين جامعة العلوم التطبيقية وخريجين الجامعة نفسها. الشغلة الثانية تشرف على نادي الخريجين في جامعة العلوم التطبيقية، وغير ذي كله يوفرون فرص عمل لخريجين الجامعة ويسوون ورش عمل تدريبية حق طلاب الجامعة نفسها. أول صح دامنا في الطابق الثالث، خلي أرويك مجلس الطلبة نفسه. شوف هذه القاعة، قاعة 301، هي نفسها القاعة اللي فيها مجلس الطلبة، مقرنا احنا كمجلس طلبة، وفي نفس الوقت مقر الأندية الطلابية اذا كنت حاب تشترك فيها، وغير ذي كله نادي الخريجين بعد نفس الشيء موجودين هني. فهني مجلس الطلبة شغلتها هي شنو، هي يكون حلقة تواصل بينك انت كطالب مع إدارة الجامعة. ان واجهتك اي مشكلة في الجامعة تقدر تراجعنا، تينا في ذي الطابق او تتواصل معي. هذه رقم يوان الخاص مع رقم المكتب في المجلس الطلبة، اي مشكلة تواجهك تقدر تراجعنا فيها. تعال صح، انا كنا طول يوم قاعد وياك وترى شنو، نسيت ان اشوف المباراة. تخيل مباراة جامعاتنا، جامعاتنا اليوم يلعبون في الدوري الوطني مال الجامعات، ونسيت ما رحت بسبتك انت. فايش رايك نروح؟ عم ايش لا اسالك، قوم